ريتا أزي موجودة معنا بتوب ستوريز. توب ستوري هالأسبوع طبعا يعني فائت كل التوب ستوريز اللي عنا ياهن بلبنان واللي منهم قليل أبدا، ولكن فيديو الولد الصغير ما بعرف إذا عمره 10 سنين وعم بكب بسينة عن السطح فعلا أثير جدل كتير كبير، مش بس لأنه عم نكرب بسينة ومش بس جمعية الرفق بالحيوان هي يلي اعترضت، إنما نحن كشفنا هالولد يلي عم يعمل شيء منه أبدا بطبيعة الإنسان، وأكيد عم يسبب له لإله تروما، وليش عم بيعمل هيك وشو اللي دفعه لهالشي، خاصة أنه شفنا أحده بتصور أشخاص راشدين هن يلي عم يدفعوا لهالعمل. شو السبب يلي ممكن يخلي هالشباب يكونوا عم بيشجعوا ولد على هالعمل؟ شو سبب اللي رح يخلي هالولد يكون فعلا عم يقدم على هالعمل؟ شو معقول يكون تأثيره عليه؟ خلينا نشوف مع ريتا أزي. هلا وسهلا فيك. ما بعرف إذا رح نقدر نلاقي كل هودي ونفسرهم كلهم، بس رح نجرب. واليوم كان عنواننا، يعني عنوان هالتوب ستوري هو التربية على الأذية. من ربي على الأذية، يعني شغلة بتجي هيك شوي شوي مع الوقت. هني نحن منربي على اللا عنف. إذا كنا مثل قدام، إذا كانوا الأهل مثل قدام أولادهم بيربوا على اللا عنف، بس إذا كانوا عنيفين رح يتعلم يدافع عن حاله بالعنف. هلا هي إذا بنشوف الفيديو تربية على العنف هو الفيديو كتير مزعج وفينا ما نوصل للآخر فيه، عن جد مأذي، بس الأشخاص يلي موجودين كانوا عم يستغلوا البوست تبعهم كأدولت، كناس بالغة بوجه ولد طفل عمره 10 سنين، كعم يستغلوا الكونفيانس تبعهم هن كأدولت المفروض يكونوا بيعرفوا وين البون وين المال، يعني وين المنيح وين الخطأ. يعني بيعرفوا أكتر منه بالنسبة لإله، بيقدروا يميزوا، عندهم قدرة التمييز كتير أكتر من ولد صغير بيقدر هو يتكل على قدرة تمييزهم إلهم. تكل عليهم وصار خاضع لهن للشيء اللي عم بيطلبوا منه، عم بيطلبوا منه شيء هو ما بده اياه، بيرجع ببين بعدين ليش ما بده اياه، ويمكن هو ما تربى على هالشيء، بس تحت الضغط اللي هن حاطينه عليه، حاطين فريمون ضغط عليه، وعم بيعطوه بالمقابل جراتيفيكاسيون، يعني عم بيعطوه مكافأة على الشيء اللي عم بيعمله، المصاري يلي هو حتى إلى نيغوسييه، يعني فاوض على بدل 10 دولار 16,000، يعني بين إنه سي لو بوزوان دارجون يلي ورا هيدا الشيء، مش هو فريمون عم بفكر بالأكت الفيولون يلي عم بيعمله. هلا في حاجة المصاري وفي على الأرجح حاجة إنه يبرهن إنه هو قدها 100%، لأنه بحطوه تحت تشالنج إنه بمحل بيقولوا له يلا ماريو يلا ماريو، عم بشجعوه يعني كم سي ماريو ما راح يل فا با سو بروفي، ما راح يثبت حاله الا اذا خضع على اللي هن طلبوه منه. هلا احنا من هيك انه عم بيصور فيديو وينشروه، يعني مش مستحيين بالموضوع، يعني هن كمان على شو مربيين لحتى يكونوا عم يتباهوا بعمل من هالنوع. هون بقدر اقول انه هن كناس كبار ديجا فرق العمر عطاهم سلطه، عم مبسوطين بقدره يكون عندهم هالسلطه على هيدا الحدا الصغير، يعني عم يفرضوا سلطتهم عم يتسلطوا، يعني هيدي فيها شوي مثل مشهديه الانتيميداسيون او البولينج يلي هي بتكون واقفه على ثلاث اشياء. اول وحده هي عدم توازن القوى، يعني في حدا اقوى من الثاني، كمان على عم تطلبي الاذيه تبع الاخر او بدك زي عن جد، يعني الهدف هي الأذية مش هدف شيء تاني. وثالث شيء هو الفريكانس تبع كتر التكرار. هون الفرق انه مش ما بنعرف اذا مكرره ولا لا، بس في عنصر اضافي يلي هو الجراتيفيكاسيون، انه عم بيعطوه مصاري ليعمل هيدا الشيء اللي عم يعمله، يعني خلوه فريمون يروح جوسكو بو، وعم بيستفيدوا من سلطتهم، عم بيستغلوها يعني، وعم بينبسطوا انه في حدا خاضع لهالسلطه. فيديو كثير مأذي كل لحظه منه، على كل حال هي مأذية اذا بنفكر فيها، بس نحن اكيد ما رح نفرجي البسينة عم توقع. بس بدنا نشوف بس الولد كيف عم يتفاعل مع هالظروف يلي هو فيها. خلينا نشوف. مرحبا، بس شو اسمك؟ ماريو. معنا اليوم ماريو بده يكب البسينة. ايش معنا ماريو بده يكبها من ثالث طابق رابع طابق للبسينة لتحت، بيطلع له 10 دولار 16,000 قلب زيادة تيب تعود قلبه. يلا ماريو 2 3 ماريو. تاتيانا مستعجلك دغري لحتى تشيل الفيديو، وما بدها ابدا انه تغلط وتوقع البسينه، بس للحقيقه انا ما جربت شوفه، يعني اول ما كان عم يوصل على اي يعني مكان عندن كان ميلات او فيسبوك بتعرفي، يعني انتشر وتويتر انتشر بسرعه كثير كبيره، فدغري ديليت ما كان بدي اشوفه ابدا. ولكن اكيد لازم نحكي عن الموضوع ونشوف شو السبب يلي ممكن يؤدي بولد انه يعمل هيك شيء.
قبل ما فريما أقول شو هو السبب، بدي أوضح فرق بين العنف والعدائية aggressivity et violence. رح أعطي الديفينيسيون إذا بديك يلي عملها دكتور بيران، هو اختصاصي بالفيولانس خاصة الفيولانس فاميليال. بيميز بين الأجريسيفيتي والعنف بالشكل التالي. الأجريسيفيتي أو هي العدائية هي شيء بيخلق معنا، ضروري يكون نحن أجريسيف بطبيعتنا لحتى نثبت ذاتنا، تندافع عن حالنا، عن أرضنا، عن عائلتنا، عن منطقتنا وعن بلدنا. هون بنستعمل الأجريسيفيتي اللي هي إنه بتربى معنا وبتكون مفيدة. يعني حدا بلا أجريسيفيتي فيك تقولي ما بيقدر يدافع عن حاله، بتكون كنترولية، بكون مسيطرين عليها ومظهرها ومستعملها وقت اللازم، يعني بس للدفاع عن النفس منا بإطار الأذية. بينما العنف بالمقابل لا، السبب الأساسي لاستعمال العنف هو لديستركسيون دو لوتر، يعني لتدمير الآخر. وهون هي حالة عنف منا حالة أجريسيفيتي، منا عم يدافع عن حاله، عم بيأذي بكل معنى الكلمة. هلا الولد ماريو عم بيعنف لبسيني، بس الشباب عم يعنفوا ماريو. الشباب عم بيجبروا ماريو يعمل شيء ماريو منه مقتنع فيه، واللي شفناه بشكل كتير كتير واضح بالفيديو هن ماريو وقت يلا ماريو بده يتفشوا ماريو وقف في محل كأنه عم بيروح عم بيرجع ويقدم ورجع بالآخر دفشه. بس قبل ما يتفشى عن جد وقف عن ماما، سمع هيدا الصوت اللي بنسميه نحن لافوا انتيغيور، يعني سمع هيدا الصوت اللي بداخله اللي بيقول له إذا هذا الشيء صح ولا غلط، وعرف إنه غلط ووقف. بس يلي خليه يكفي هي البريسيون يلي حطوها، الضغط يلي حطوه عليه، ويلي قالوا يلا ماريو صار هون انه لا انه معقول ما يعملها، بده يعملها لحتى بور سو بروفي قدام الباقيين، ويكون انه مثل اكسبتي مقبول من اللي حواليه، ويطلع له عفوا الارجون يلي هو ناطره ودفشه. دفش اللبسين هيدا الفوا انتيريور، هيدا كمان بنعلمها للولد هو من هو صغير ليكبر، يعني كمان ما بتجي هيك لحاله، يعني بمجرد انه نقول له هيدا الصح وهيدا الغلط بطريقه تصرف الاهل هن كما يلفو بصير هو يعمل كمان كما يلسو. يعني يلي بالبيت ما بيقبلوا العنف ما راح يصير الولد يعنف، يلي بالبيت ما بيقبل يطلع الصوت عالي كمان ما بيعنف لا بالحكي ولا بالتصرف، ولا بعدين يصير هيك إلى انتميد يعني ينمر أو يتسلط على حدا. هلا يعني التربية بتصير مش بس بالبيت، بتصير بالمجتمع، بتصير بالحي، بتصير بالمدرسة، بتصير وحسب كمان هالولد هو وين وبأي وين أهله وبأي عائلة موجود وبأي فقر مثلا كبير، يمكن الأهل مش مع الولد كل الوقت، يعني ما بينعرف. التربية بتصير بكتير ظروف كمان مختلفة 100%، وهون عم بيساعدوا على هالتربية هالشباب الموجودين اللي ما بعرف هني شو الظروف يلي كمان كانوا فيها ليكونوا هالقد مستعدين يتباهوا بهالأمر. رح أربط فكرتين قلتيهم. أول واحدة هي إنه وقت قلت إنه تنقل الفيديو بشكل كتير سريع، كمان صرت أفكر إنه الأولاد اللي معقول يحضروا، إنه فيسبوك صار أن كنترول، يعني كل العالم تحضر كل شيء، شو حيقولوا الأهل بس يعرفوا إنه أولادهم حضروا هذا الفيديو؟ شو ردة الفعل اللي فيهم هن ياخذوها؟ إذا هن مربيين أولادهم على عدم العنف إنه ما يكونوا أجريسيف، لا ريليكتور يعني إعادة قراءة هيدا الموقف اللي صار مع الأولاد هي يلي بتبسط الأشياء. يعني ما فينا نقول إنه مش إذا شافه ابني يعني أنا رح يعمل نفس الشيء أو رح يطلع عباله يعمل ذات الشيء، يمكن لا يقول إنه يفكر يحس محل اللبسين، لأن هون في فاكتور الأمباتي، يعني وقت نحس مع الآخر. هول الشباب فقدوا إذا بدك بالموقف يلي هن فيه أنه يحسوا مع الآخر، يحس الفريمون أمباتي، يحسوا محل الآخر أنه هو شو عم بيصير معه. يعني وقت تعنف حدا بالتعنيف بتكون عم تدخوي لوتر، يعني عن جد عم تأذي وما بقى شايفه هو شو عم بيتلقى. بينما الشخص يلي قادر يطلع من بعيد وقادر يشوف أنه نحن كلنا ما قدرنا نشوف آخر مشهد يلي هو عم توقع لبسينة، عم فكر أنه إيه شو عم بيصير. ونفس الشيء على ناس بين بعضهم، على دو بيرسون، يعني اذا دربناه على الامباتي من هو وصغير على انه يحس مع الاخر اكزاكتومون، وهيدا بتبلش من الحضانه، من وقت اللي يبلش وما بعد ما عنده الحكي ما عنده اللانجاج بيكون بنسمع بيعض بيقرص بيحلش، يعني هيدا طريقه التعبير، وخاصه مع الحيوان لانه الولد صغير عنده علاقه مع الحيوان اكثر ما يكون وقتها يكبر 100%. يعني شو شايفين فيديوهات كمان على دي فيديو على فيسبوك دي
اشياء مع دبابيب عم بيلعبوا ما في ما عم بيأذون يعني بالعكس بيساعدوا حتى على تطوير الكومبيتنس سوسيال مؤهلاته الاجتماعيه لانه عم ببلش مع الحيوان وبينتقل للسوسيتي الكبير يعني مايك حق. هلا اذا بنشوف التعليقات كل التعليقات ما بعرف اذا في تعليقات مع كل التعليقات ضد هالفيديو يعني هالشي بيقول انه مجتمعنا مجتمع مش ما عنده هالثقافه على القليله او اذا في حدا عنده هالثقافه مش مسترجي يقول حتى يعني فاذا مش هيك هي الظروف ماريون وضع بظرف استثنائي 100% ظرف غصب عنه يعني غصب عنه وعطوه حافز هون الحافز المادي كثير اساسي لانه اذا بتاخذي ماريو بتحطيه لحاله بموقف هو ذاته بس لحاله يمكن ما بيعمله على الارجح ما بيعمله لانه الفوا انتيريور تبع هذا الصوت اللي جوا قدر يميز الصح من الغلط. طيب شو ما كانت الظروف المحيطه وشو ما كانت الاسباب وشو ما كانت تربيه ماريو شو معقول يعني اكيد هي شغله بيعملها اول مره ما بعتقد انه يعني واضح انه بما انه قلنا انه كثير متردد والى اخره منا شغله يعني هيك عاديه شو معقول تاثر عليه نفسيا؟ اذا ما فكر ماريو بعدين هل يلا حيصير حدا عنيف يعني رح يعنف في عنا طريقين دو شوا اول واحد ما صار لنا نشوف ماريو بعد ما كبه شو كانت رده فعله هل تاثر ولا هل التهب المصاري وطلع له اللي بده اياه اذا تاثر يعني راح يشوف انه ان باتي غير بليزير يعني ما طلع له شيء بالمقابل على هالاكت العنف القوي دونك ما بيرجع بعيده بيرجع بيراجع حاله بيعرف انه هيدا الشيء خطا ما بيكرره يعني ما فينا نعمم من هون ورايح انه ماريو راح يصير عنيف بس في بالمقابل اذا لقى بالعكس انه شغله هينه وعلى السريع عم يطلع لي مصاري هالمره 16000 مره ترجع 20 اللي بعدها 30 بقدر اطلب منه ما بعرف شو بعدين اجست لحتى يكون عنده انه يبغى الجراتيفيكاسيون بس كمان فعلا منه مقتنع بالموضوع هالولد واذا شاف هالبسينه شو صار فيها لما هو كبى معقول تشكل له ازمه لإله تروما بس شو معقول ينسى هيك مطرق هيك لحظه حسب بتخيل اذا طلع وشاف شو صار تحت ولا لا اذا بتترك تراس كمان نفس الشيء اذا الى تاخي بليزير ولا لا اذا لقى انه فيها متعه الواحد عم يتسلى ولا لا انه ما في روسات انه هيك اكيد رح يصير معه لانه هو حسب وانه يكون استمتع فيها ولا لا بدنا نرجع على كمان هو خلفيته ايه فينا ايه كمان اذا خلفيته تكون ساعدته انه يستمتع او لا بالعكس يرجع صوت الدمير اذا استمتع بتصير سيركل فيسيو يعني كانه عم نحكي عن اديكسيون يعني بتبلش بشيء بتصير نفس المتعه عم برجع عيدها وعيدها وتكبر يعني تماما مثل الدراج يعني بياخذ شوي اكثر 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 وبتكبر يعني هيك بتصير يعني على امل انه اهل ماريو يكونوا شافوا هالفيديو وقدروا تصرفوا لانه واضح انه في بولينج في ضغط كثير كبير في اشخاص عم بيكون معهم ماريو ولا انهم من عمره ولا انهم يعني صحيين انه يكون معهم فهيدي اهم شيء بتسوى شكرا لك ريتا ازي عالمة نفس مدرسيه ولوجودك معنا مشاهدينا وقفه هلا بنرجع بنتابع مع ستارز خليكم معنا